من الجزائر ينضم إلينا حسان جزائري مراسل الغد. حسان، إلى أي مدى بدأت المظاهرات في أن تتجمع في الجزائر العاصمة لديك؟ نعم، شكرا محمد. منذ قليل بدأ خروج عدد من المتظاهرين بالجزائر العاصمة، يعني عدد المتظاهرين ليس كبيرا صبيحة اليوم. من المنتظر أن تأتي الحشود بعد صلاة الجمعة. المتظاهرون يرفعون شعارات مناهضة للحكومة الحالية، رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في هذه الظروف. يعبرون عن خشيتهم من أن يجدد النظام نفسه، يطالبون بهيئة مستقلة في ظل حكومة توافقية تشرف على انتخابات نزيهة حتى يضمنون القطيعة مع النظام على حد تعبيرهم. منذ يومين حسان تقريبا تحدثت مؤسسات بالجزائر عن أهمية التصدي لحركة نقل هؤلاء المتظاهرين. كان هناك مسؤولون في الجزائر يتحدثون عن أن جهات أجنبية ترعى وتنظم وتمول حركة وعملية نقل المتظاهرين إلى العاصمة. هل رصدت أي شيء فيما يخص هذا الموضوع، التضييق على الحافلات مثلا؟ نعم محمد، تم نصب عدة حواجز أمنية على مداخل الجزائر العاصمة لمنع وصول المتظاهرين إلى قلب العاصمة وتشديد الرقابة على المركبات والحافلات. قيادة الجيش تتحدث أن هذه الخطوة في إطار ما يسمح له القانون، حيث كلفت الدرك الوطني بمراقبة الحافلات والمركبات، وتقول بأن هذه العملية مبنية على معلومات أمنية، فيما يرد بعض المتظاهرين على أن الجزائر العاصمة للجميع ويطالبون بحرية التظاهر، بينما تؤكد قيادة الأركان أن هذه العملية مسندة ومبنية على معلومات أمنية تلقتها. وكيف هو الحال الآن في ساحة البريد المركزي؟ نعم، في البريد المركزي كما ذكرت تجمع عدد من المتظاهرين وسط إجراءات أمنية على المستوى الأمني. حسان، في الشوارع الرئيسية، يعني بصفة على المستوى الأمني، الآن تشديد الرقابة في الجزائر العاصمة، حيث أفراد الشرطة وحافلات الشرطة منتشرة في الشوارع الرئيسية وعبر المداخل الرئيسية للمدن لمدينة الجزائر العاصمة، حيث يشددون الرقابة حتى من ناحية الأمنية. الأشخاص الذين يحملون حقائب يتم تفتيشهم لضمان عدم حدوث تجاوزات أو أي انزلاق أمني وسط هذه المظاهرات التي تجددت لها الدعاوي عبر وسائط التواصل الاجتماعي. حسان جزائري مراسل الغد في الجزائر، شكرا لك.